بجانب بقى حضراتكم ان كنتوا ان شاء الله نتقرب لربنا سبحانه وتعالى اكتر واكتر بالصلاه والصيام وقراءه القران طبعا، وبعض طبعا من المسلسلات الكتيره اللي موجوده في القنوات المختلفه وحضراتكم دايما بتحبوا تتابعوها. نصيحه بقدمها لحضراتكم، يعني في فيلم تسجيلي لسه نازل من حوالي 3 4 ايام، فيلم تسجيلي بيحكي جنوح السفينة ايفر جيفن، والبطل بتاع الفيلم التسجيلي ده الفنان اياد نصار وابنه، يعني يعتبر ابنه في الفيلم يعني في الحدوتة. فانا بدعو حضراتكم ان كنتوا تجيبوا اولادكم بنت وولد وتقعدوا كده تتفرجوا زي ما بتتفرجوا على المسلسلات والاعلانات وكده، يعني ها اتفرجوا على الفيلم التسجيلي ده قد ايه حاجة قيمة جدا انك انت تعلم ابنك، والرسالة اللي في الفيلم التسجيلي ده قد ايه في 6 ايام، هو الفيلم اسمه 6 ايام، قد ايه مصر قوية، قد ايه مصر قدرت تحل مشكلة ان قناة السويس دي يحصل لها اغلاق لمدة 6 ايام، والممر الملاحي الهام جدا واهم ممر ملاحي في العالم يتسد، وقد ايه هذا الكم من المراكب اللي وقفت والتجارة العالمية وقفت، وكل الكرة الأرضية كانت بتبص على المشكلة قناة السويس وجنوح السفينة ايفر جيفن، واحد من أكبر سفن الحاويات في العالم. وإزاي حضرتك تاريخا يعني الأطفال بقى يعني للولاد والبنات إنك تتفرجوا وتعرفوا شوية يعني تاريخ قناة السويس، وقد إيه الدول الاستعمارية كانت عايزة هذه القناة بشكل أو بآخر، وإزاي قدرنا نحافظ عليها، ازاي حضرتك لما حصلت الجناح ده والجنوح السفينة قد ايه احنا قدرنا نعمل عدد كثير من الخطوات، اذا كان الغطاسين اللي نزلوا عشان يشوفوا السفينة من تحت ومن جوه ويدوا تقارير، وابتدينا نشوف الكراكات، وانه يبقى مهندس مصري لسه صغير يقول فكرة فتحل مشكلة ال6 ايام دول في استخدام الكراكة لأول مرة في انك انت تقدر تنقذ سفينة. فأدعو حضراتكم تتفرجوا على هذا الفيلم اسمه 6 أيام. قد إيه العالم كله كان بيقول إن هو مش أقل من 6 شهور إن الموضوع ده يتحل، والوفد الهولندي اللي جه وقال لك إحنا تقريبا لازم نشيل كل الحاويات من على السفينة عشان السفينة تطلع لفوق كده وتقدر تحركها، والكلام ده هياخد مش أقل من 6 أشهر، والمصريين اخذوا القرار والسيناريو الصعب بانك جربوا حاجه مختلفه تماما. دايما المصريين بيجربوا حاجه مختلفه ويخرجوا عن المألوف في كل حاجه على فكره، ويبقوا متميزين فيها. ازاي حضرتك الحفار الصغير اللي كانت الدنيا كلها بتتريق علينا وبتتريق على المصريين انه ايه الحفار الصغير ده اللي هينقذ اكبر سفينه في العالم، اكبر سفينه حاويات في العالم، وقدرت المصري قدر الارض الاراده المصريه انها تقدر تنجح في هذا الموضوع. حضراتكم الكراكه مشهور واستخدامها، وازاي قدرنا ان احنا نعمل نوع من الـ 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 يعني ان يبقى في محيط مائي لمقدمه السفينه عشان نقدر نجرها معلومات حلوه جدا وانتاج هايل وجميل. ادعوكم حضراتكم ان كنتوا تتفرجوا، هو تقريبا 20 دقيقه او اقل كمان من 20 دقيقه. هات ابنك وبنتك واتفرجوا على هذا الفيلم اللي ذكر فيه ان فخامه السيد رئيس فتاح السيسي لما قال لرئيس هيئه قناه السويس سمعه مصر امانه في رقبتك انت ورجالتك، والمصريين شرفوا بلدهم وقدروا ان هم يعني يخرجوا هذه المشكلة في 6 أيام. عجبني جملة كده صغيرة حضراتكم قالها إياد نصار، الفنان إياد نصار في آخر الفيلم التسجيلي: طول ما التاريخ لسه بيتكتب، طول ما التاريخ لسه بيتكتب مفيش حاجة مستحيلة على المصريين. ده من 7000 سنة، أنا اللي بقول بقى من 7000 سنة، ده من 7000 سنة أكبر عملية إنقاذ بحري في 6 أيام. أدعوكم حضراتكم إن كنتوا تتفرجوا على هذا الفيلم التسجيلي اسمه 6 أيام،
وتخلوا ولادكم تتفرج وتفهم المصريين بيعملوا ايه، وسمعة مصر في العالم كله في هذا المجال قد ايه.